بمجرد إدراك السلطات لواقع المشكلة، الناس لزمت بيوتها وبقيت فيها. ليس فقط ووهان، بل البلاد بأكملها مدن عملاقة بدأت فجأة وكأنها مدن أشباح. هكذا أتيحت الفرصة للسلطات بالعمل. العاملون في قطاع الصحة تجندوا على مدار الساعة لإنقاذ الأرواح. آخرون تنقلوا بين البيوت من باب لباب من أجل نقل المصابين للمستشفى. الناس لم يغادروا بيوتهم إلا لشراء المستلزمات الغذائية فقط. الجميع كان يرتدي الكمامات ويغسلون أيديهم بعناية فور عودتهم لبيوتهم. نقاط مراقبة كانت تفحص درجات الحرارة عند الجميع قبل الدخول إلى المحلات. المدارس تم إغلاقها على الفور. الشركات تماشت مع الوضع واستمر العمل عن بعد. وبعد 4 أسابيع نجح الأمر. الوباء تم تطويقه بشكل فعال، إلا أن الكابوس ربما لا زال ينتظر بقية العالم. الأمر بين يديك، إلزم بيتك، أخرج أولادك من المدارس، تواصل مع مركز وظيفتك وابحث إمكانية العمل عن بعد، احرص على ارتداء الكمامة الطبية عند خروجك للضرورة، احرص على غسل يديك بعناية فور عودتك. امنح لسلطات بلدك هذه الفترة لترتيب الوضع. بادر الآن، انشر وشارك هذا المقطع قدر المستطاع. قوة وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تنقذنا. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وساعدنا في النشر.